الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم بضيافة السيد دهمش الحسين متصدر قائمة حزب الشباب في ولاية المسيلة. لك الكلمة سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دهمش حسين متصدر قائمة حزب الشباب. حزب الشباب هو حزب وطني، حزب معتدل، يريد ونريد من خلال التغيير إحدى التغيير في هذه الولاية. هذا من جهة. من جهة أخرى، حزب الشباب هو حزب خطه الخط ينتهج الخط الثالث، لائق ضد مجموعة من تدعي الوطنية وتتاجر بالوطنية وبالمرجع التاريخي لهذه البلاد، ومجموعة من تدعي بأنها هي من تمثل الشعب ومتمثل المواطن الجزائري. احنا موجودين بين هؤلاء الاثنين، هذا من جهة. الجهة الثانية، احنا جئنا لهذا الدافع لهذا الترشح لهذا الحزب هو إحداث تغيير في هذه الولاية، واخترنا رجال أكفاء من خيرة أبناء هذه الولاية، ونحسبهم إن شاء الله أقدر أن يحدث معنا التغيير ويحملوا نفس الهم، ويوجد بيننا انسجام كبير وتناغم في هذا الإطار إن شاء الله. هذا من جهة. الجهة الأخرى، أردنا أن نستثمر وأن نوظف رصيدنا في هذا المجال السياسي. احنا جينا بافكار وعندنا القدره على تسهيل هذه الافكار في ارض الواقع. قبل ما ندخل الحق السياسي مارسنا وظائف ساميه في هذا البلد كاطارات في هذه الولايه، ثم جئنا دخلنا هذا المعترك السياسي ابتداء. عندي 4 عهدات، عهدتين كمنتخب، عهدتين كرئيس بلدية لبلد المطارفة، وقدرنا نحقق ما رسمناه آنذاك، والحمد لله تجاوزنا البرامج واللي كانت مسطرة آنذاك، والحمد لله نقدر نقول باللي حققناها بنسبة تفوق 100%، وأنا أعي ما أقول، وأنا الآن لازلت رئيس بلدية وأسير فيها هذه البلدية بطرق، والجميع يشهد هذه البلدية من حيث التسيير الإداري أو غير ذلك، أو من حيث الإنجازات التي تحققت في هذه البلدية، وهي موجودة ظاهرة العيان لا يمكن أن ينكرها الجحد. احنا قلنا هذه التجربة وهذا المسار اللي خذيناه إن على المستوى الوظيفي أو المستوى أو الجانب السياسي، لماذا لا نوظف هذا الرصيد نخدم هذه الولاية؟ احنا يعلم الجميع مش ممكن أننا نغير في المنظومة القانونية تاع البلاد، لأن الجميع يعرف بأن نظامنا نظام رئاسي. وإذا قلنا رحنا نغير احنا كذابين. فعلا فيه قوانين توجد فيها ثغرات أكيد، وهذا موجود في سائر دول العالم ليس في الجزائر حسب. احنا ليس هذا هو الهم نتاعنا، احنا كيفاش نرفع مشاكل وانشغالات هذه الولاية على المستوى الوطني عن المصالح المركزية
في الوزارات أو غير ذلك. وهنا نسعى إلى تغيير ما هو موجود في هذه الولاية من فساد، من زرع واحد الثقافة، ثقافة اليأس حتى لدى الشباب، حتى لدى السكان المواطنين هذه المسيلة، ولاية المسيلة ولاية المدينة. فساد استشرى في هذه المدينة كما استشرى في بعض ولايات الوطن، ولكن احنا مش خصنا، خصنا رجال عندهم يحملوا ثقافة التغيير، ويكون عندهم مصداقية، ويكون عندهم أخلاق. احنا جينا بهذا حزب الشباب، واحنا إذا وفقنا الله سبحانه عز وجل وصلنا إلى قبة البرلمان، هو أن مكتب مداومة يبقى يمشي ويحس مشاكل المواطن وانشغالات المواطن، واحنا نبقى نتحسس ونلتمس آهات ومشاكل مواطن ولاية المسيلة من جهة. المواطن يقولوا جماعة يطروا على كل حال، حتى في فاتونا ما خلوناش واش نقولوا، حتى عاد يتكلم وكأنه يكذب، لأن الصدق والقلوب هذه يعلمها ربي سبحانه عز وجل، والنوايا يعلمها ربي، ما كاينش حتى واحد يعلمها. أنا نتكلم هكذا وأنا واثق من نفسي بأنني أعي ما أقول، وأنا صادق في الكلام تاعي هذا، حتى أرقام الهوات ولا غير ذلك إن شاء الله تبقى هو رقم قديم هو جديد، ونبقى صوت هذاك المواطن هذاك الفقير، ونعمل في كل الجهات في كل ما له علاقة بمشاكل المواطن وانشغالات المواطن، إن على مستوى التوظيف، السكن، إلى غير ذلك، ما يحرج وما يؤرق مواطن هذه الولاية. هذا ديدننا في هذه الانتخابات، وهذا ما نسعى إليه وما نسعى إلى تحقيقه في الميدان إن شاء الله. وهذا الكلام إن شاء الله يبقى مسجل على حسابي أنا، إضافة إلى ما أسلفت آنفا، أنا حسين بلحمش، اشتغلت عدة مناصب أهمها رئيس مصلحة الموظفين، مدير وحدة إنتاجية، آخر مصنع خشبي هو مدير الإدارة العامة. إنجازاتي السياسية ولا في مساري السياسي ظاهرة العيان لا يمكن ينكرها أحد، وهي موجودة. نحن حزب شباب جئنا، ونتمنى إن شاء الله في الاستعداد ونؤسس لعمل سياسي على المستوى المحلي إن شاء الله القادم، برجال إن شاء الله أكفاء، بشباب قادر أن يعطي إضافة لهذه الولاية ولهذه البلدية بلدية المسيلة والولاية ككل. إحنا إن شاء الله داخلين كنا عزيمة، العزيمة نستمدها من رجال مخلصين، رجال أكفاء في هذه الولاية. هذو الرجال تهمشوا، هم يشوا من طرف بعض الأحزاب المعروفة، أحزاب الموالاة إلى غير ذلك. إحنا بهذو الرجال اللي رانا إن شاء الله نعدوا العدة، نختاروا رجال أهل للمرحلة القادمة بإذن الله، وبعون أهل المدينة الطيبين الخيرين، أن نغير من شأن هذه الولاية، من بلدية المسيلة إلى أقصى بلدية في الجنوب، أقصى بلدية في الشرق، وأقصى بلدية في الغرب. نحن إن شاء الله قادمون بإذن الله، وشكرا. بارك الله فيك سيدي.